مرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها اجتماع الحكومة الأسبوعي أمس اللي توجه خلاله دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نيابة عن أعضاء الحكومة بأسمى آيات التهاني لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء فخامته اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي جاء بمثابة إعلان للجمهورية الجديدة. امبارح كمان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن تكون إجازة عيد الفطر المبارك ابتداء من يوم الثلاثاء القادم 9 أبريل إلى يوم الأحد 14 من أبريل، ودي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الخاصة. تفاصيل وأخبار أكتر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الحكومة الأسبوعي اللي توجه خلاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نيابة عن أعضاء الحكومة بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء فخامته اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي جاء بمثابة إعلان للجمهورية الجديدة. اعتبر رئيس الوزراء أن هذا اليوم يعد يوم تاريخي يضاف إلى أيام مصر الخالدة التي تذخر بالعديد من المناسبات التي تؤكد وتعكس عراقة هذا البلد العظيم، مضيفاً أن أداء اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي كانت في أبهى صورة لها بيأتي تأكيداً على قدرة المصريين على صنع مستقبل أفضل لبلدهم وأبنائهم، وأنهم على الرغم من مختلف التحديات فإنهم قادرون على استكمال مسيرة البناء والتنمية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة مستجدات بعض مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم استعراض عدد من الموضوعات والملفات من بينها الشراكة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة أومنافا الكويتية لإنشاء كابلات بحرية، بالإضافة للتوسع في شبكة الألياف الضوئية. امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأن تكون الفترة من يوم الثلاث الموافق 9 من شهر إبريل عام 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر إبريل عام 2024 أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وده بمناسبة عيد الفطر المبارك. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة ودورها في دعم المجتمع المدني، نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية إفطار جماعي لأكثر من 8000 أسرة من مختلف المحافظات بنطاق المسؤولية وبمشاركة مختلف أطياف المجتمع، وده بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وما يقرب من 40 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الأطفال الأيتام وذوي الهمم.